هل يجوز تكفير الكافر الأصلي بتعيينه كقول جورج كافر مثلا؟ نعم لا بأس. لما واحد يقول جورج بوش كافر، أيوه هو كافر. الله، دي مش محتاجة إيه؟ لما واحد يقول أوباما، احنا نقول ولي من أولياء الله، ما هو كافر. فهؤلاء كفار أصليون، ولو ماتوا على كفرهم لكانوا من حطب جهنم والعياذ بالله. ولكن من الذي نتوقف في تكفيره ونتحرى ونقول لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة؟ هو ذلك المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، فلا يجوز تكفيره إلا بيقين. ولأن تخطئ في كونه مسلم أفضل من أن تخطئ في ماذا؟ في تكفيره. فافهم هذا جيداً.